تلسكوب هابل الفضائي يكتشف أقرب ثقب أسود هائل إلى الأرض، دليل كوني مجمد في الزمن. باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، اكتشف علماء الفلك أقرب ثقب أسود هائل إلى الأرض على الإطلاق، وهو عملاق كوني متجمد في الزمن. وكمثال على ثقب أسود متوسط الكتلة يصعب اكتشافه، يمكن أن يكون هذا الجسم بمثابة حلقة مفقودة في فهم العلاقة بين الكتلة النجمية والثقوب. السوداء الهائلة الكتلة. ويبدو أن الثقب الأسود له كتلة تبلغ حوالي 8200 كتلة شمسية، مما يجعله أضخم بكثير من الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية التي تتراوح كتلتها بين 500 ضعف كتلة الشمس، وأقل كتلة بكثير من الثقوب السوداء الهائلة الكتلة، والتي تبلغ كتلتها ملايين إلى مليارات كتلة الشمس. وأقرب ثقب أسود ذو كتلة نجمية اكتشفه العلماء يسمى كويبي اتش واحد، ويقع على بعد 1560 سنة ضوئية فقط منا. من ناحية أخرى، يوجد الثقب الأسود متوسط الكتلة الذي اكتشف حديثاً في مجموعة مذهلة تتألف من حوالي 10 ملايين نجم تسمى أوميجا سنتوري، والتي تقع على بعد حوالي 18,000 سنة ضوئية من الأرض. ومن المثير للاهتمام أن حقيقة أن الثقب الأسود المجمد يبدو أنه أوقف نموه تدعم فكرة أن أوميجا سنتوري هي بقايا مجرة قديمة التهمتها مجرتنا. لقد عرف العلماء منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء لا تتشكل كلها بنفس الطريقة، ففي حين أن الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية معروفة بأنها تتشكل من خلال انهيار النجوم التي تبلغ كتلتها 8 أضعاف كتلة الشمس على الأقل، فإن الثقوب السوداء الهائلة الكتلة لابد وأن يكون لها أصل مختلف، وذلك لأن أي نجم لا يمتلك القدر الكافي من الضخامة لينهار ويترك بقايا منه أكبر بملايين المرات من كتلة الشمس. أوميجا سنتوري هو مكان رهيب للبحث عن الكواكب الصالحة للحياة. تشير دراسة جديدة إلى أن نجم أوميجا سنتوري قد يكون الأكثر سطوعاً بين المجموعات الكثيفة من النجوم المعروفة باسم العناقيد الكروية، ولكنه ربما لا يحتوي على العديد من العوالم الصالحة للحياة. اكتشف باحثون يبحثون عن كواكب خارجية صالحة للحياة في مجموعة أوميجا سنتوري أن القرب الشديد من النجوم المجاورة من شأنه أن يجعل من الصعب على المجموعة استضافة عوالم قادرة على الاحتفاظ بالمياه السائلة. العناقيد الكروية عبارة عن مجموعات كروية كبيرة ومضغوطة من النجوم تدور حول مجرة درب للدانب. يقع نجم أوميجا سنتوري الذي يحتوي على ما يقدر بنحو 10 ملايين نجم على بعد حوالي 16,000 سنة ضوئية فقط من الأرض، مما يجعله هدفاً قريباً نسبياً للرصد بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا. 10 كواكب خارجية يمكن أن تستضيف حياة فضائية. بالنسبة لكل نجم، قام الثنائي بحساب المنطقة الصالحة للسكن، وهي المنطقة المناسبة تماماً حول نجم ليس ساخناً جداً ولا بارداً جداً لدرجة لا تسمح بوجود الماء السائل، وهو عنصر أساسي للحياة كما نعرفها. معظم النجوم في أوميجا سنتوري هي أقزام حمراء، وهي نجوم صغيرة ولكنها طويلة العمر، وتقع مناطقها الصالحة للسكن أقرب كثيراً من تلك المحيطة بشمسنا الأكبر.